حملة استهداف الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين تتواصل ضمن حملة أكبر تشنها السلطات للقضاء على كافة أشكال المعارضة في البلاد. فبعد حل جمعية الوفاق واعتقال أمينها العام، أقدمت السلطات على حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد في خطوة أثبتت فيها أنها بصدد تصفية المعارضة سواء الإسلامية منها أم العلمانية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبقتها خلال الأيام القليلة الماضية حملة دموية على بلدة الدراز بهدف فض الاعتصام الذي تشهده البلدة المحاصرة منذ شهر يونيو من العام الماضي، احتجاجا على إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وتقديمه للمحاكمة بتهمة ممارسة فريضة الخمس الدينية. ويأتي هذا الإجراء كذلك بعد مرور أيام قلائل على استدعاء عدد من الناشطين الحقوقيين وتعريضهم للتعذيب والتهديد بهدف إيقاف نشاطهم الحقوقي. تطورات متسارعة ما كان للنظام أن يقدم عليها لولا تلقيه ضوءا أخضر من سيده الأمريكي عندما وعد دونالد ترامب حاكم البحرين بعدم ممارسة أي ضغوط عليه مستقبلا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. هذه الحملة الشرسة التي يشنها النظام الخليفي ضد المعارضة تثبت بأن بطش النظام لا يستثني أي من فئات المجتمع بغض النظر عن انتماءاتها الطائفية وتوجهاتها الفكرية ونهجها في معارضة نظام حكم آل خليفة الدموي. فالناس في هذا البلد صنفان بنظر النظام، فهم إما عبيد له أو أحرار. فأما الصنف الأول فارتضى بحياة الذل والهوان، وأما الصنف الثاني فلا نصيب له سوى المعتقلات وتكميم الأفواه والعيش في المنافي، وتلك ضريبة أن تعيش حرا وليس عبدا لغيره.